السادة الحضور، علماء وباحثين، كلهم باسمي ورقتي. بداية أتقدم بعظيم شكري وتقديري على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه المناسبة، وأقدر عاليا تشجيعكم واهتمامكم بما نقوم به من أبحاث ومشاريع، وآمل أن نكون عند حسن ظنكم منه. لا شك أن هذا اليوم هو تاريخي بالنسبة لنا، فهو لحظة انطلاق لحلم راودني عقدين من الزمن، ولعشق عشنا تفاصيله بكل ما أوتينا من عزم خلال السنوات الماضية، أكثر منه انطلاق لمشروع تقني. كان الأمل منذ البداية أن نسهم عملنا هذا في استرداد جزء بسيط من كرامة لغتنا التي لم تلقى الاهتمام التقني الذي تستحق. فبالرغم من كون المتحدثين باللغة العربية يزيد عن 300 مليون شخص، وبالرغم من أن الدول العربية تعد من كبرى الأسواق العالمية استهلاكاً واستخداماً للتكنولوجيا، لا زال الدعم للتطبيقات الحاسوبية للغة العربية هزيل جداً الصراحة. مثلاً، هل أنتم راضون عن المدقق الإملائي في مايكروسوفت وير؟ وهل كانت تجربتكم لتطبيق سيري على الآيفون مرضية إذا تكلمتم باللغة العربية؟ والعديد من التطبيقات أو الضعف في معالجة اللغة العربية. مشروعنا اليوم يمثل حلقة هامة في سلسلة بدأنا بها، همها ومبتغاها الرئيس أن نضع المحتوى العربي في مكان لائق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نسهم في تعزيز المعرفة العربية وصولا وتفاعلا وإنتاجا على مستوى عالمي. فقبل بضع سنوات، قبل أن أقدم الأنطولوجيا العربية ومحركات الأبحاث، أود أن أشير أنه قبل بضع سنوات قمنا بإطلاق مدونة محوسبة للهجة العامية الفلسطينية، حيث قمنا بجمع عدد كبير جدا من النصوص المكتوبة باللهجة العامية، وبعد ذلك قمنا بتصريف كل كلمة في هذه النصوص. تصريف معناه وصفها بستة كل كلمة، وصفها بستة عشرة وصف، مثل السوابق الكلمة، لواحق الكلمة، الجدع الكلمة، ساب الكلمة، المقابل بالفصحى، وبالإضافة إلى نوعها إن كانت اسماً أو حرفاً أو صفة أو فعلاً إلى آخره من الأوصاف. والهدف هو أن تمكن هذه المدونة الحاسوب من فهم النصوص المكتوب بالعامي، سواء للترجمة أو للبحث أو إلى آخره. وهنا أود أن أشكر وزارة التربية والتعليم العالي، ربما لا تذكرون، لأنهم كانوا الممول لهذا البحث عبر نداء صدرت، نداء لمرة واحدة صدرت عن الوزارة قبل عدة سنوات، وتلقينا منهم مبلغ 25,000 دينار. الآن اسمحوا لي أن أعرض لكم بحثين آخرين عكفنا على العمل عليهما منذ سنوات. البحث الأول هو المعاجم ومحرك البحث، أما البحث الثاني ولم نتحدث عنه كثيرا وهو الأنطولوجيا العربية، هو بحث آخر. في المعاجم ومحرك البحث نزاوج بين الحاسوب واللغة، أما في الأنطولوجيا فالتزاوج بين الفلسفي والحاسوب واللغة، الفلسفة البحثي أو الفلسفة التحليلية تحديدا. بخصوص المعاجم فقد قمنا بحوسبة 150 معجما عربيا ومتعدد اللغات، يعني عربي عربي، عربي إنجليزي، عربي فرنسي، عربي ألماني، الذي يظهر الآن هو عربي إنجليزي في هذه المرحلة. اضطررنا لطباعة غالبيتها يدويا ثم تدقيقها عدة مرات وإعادة تشكيل مدخلاتها ليستطيع الحاسوب تخزينها والتعامل معها. وبعد ذلك، وبعد أن انتهينا من حوسبة هذه المعاجم، قمنا بتخزينها في قاعدة بيانات واحدة. قمنا بتطوير محرك بحث
يتيح للمستخدم بعد ذلك استرجاع الترجمات والمترادفات والتعريفات من هذه المعاجم. ودعونا نريكم. البحث عن كلمة زمان. كما تشاهدون فإننا نسترجع تعريفات ومترادفات وترجمات الكلمة من جميع المعاجم. ومن أهم صفات المعجم ومن أهم صفات محرك البحث أننا نعرض اسم المعجم الذي نسترجع منه البيانات ورمز حقوق الملكية. وعند الضغط على اسم المعجم فإننا نظهر اسم المؤلف والناشر وروابطاً إلى صفحاتهم الإلكترونية لكل معجم، وكذلك صفحة لشراء النسخة الورقية لهذا المعجم. وهذا ما شجع أصحاب المعاجم لمنحنا إذناً باستعمال معاجمهم. لقد قمنا بمراسلة جميع مؤلفي المعاجم لأخذ إذن خطي منهم للسماح لنا بالنشر. ولقد كان من أكثر المهمات إرهاقاً وصعوبة علينا حيث أمضينا 3 سنوات من المراسلة. يعني هو عملنا بدأ قديما ولكن لم نستطيع إطلاقه إلا بعد الحصول على أذون كاملة من أصحاب المعاجم. وكانت صعبة خاصة وأن منهم من توفي قبل سنوات ولقد وافق غالبيتهم ومنحونا الدعم والتشجيع. وحيث لا يتسع الوقت لذكر أسمائهم أوجه لكل منهم التحية والشكر والعرفان، وأخص بالذكر الزملاء في مركز تنسيق التعريف بالرباط التابع لمنظمة الأليكسو حيث منحونا 50 معجما وساعدونا على حوسبتها، كما وقعنا معهم مذكرة شراكة للتعاون في مجال حوسبة اللغة وهندسة المعاجم. ولقد كان الأستاذ مراد السوداني الفضل في الوصول إلى هذه المذكرة. أنتقل بكم الآن لاستعراض الأنتولوجيا العربية، وهي بحث آخر مستقل عن محرك البحث وهو الأقرب إلى قلبي، ولكن يمكن الوصول إليها عبر المحرك. الأنتولوجيا العربية هو اسم صار، وبالفلسفة الأنتولوجيا معناها علم الوجود بما هو موجود. في نظرية المعرفة هي تسبق أو تعلو الإبستمولوجيا، ولكن حاسوبيا أو في هندسة اللغة هي وصف وتصنيف للمعاني لمفاهيم الكلمة وليس للكلمة. يعني نأخذ المعاني ونصنفها. وكما ترون فأن أعلى مفهوم في الشجرة هو شيء. طبعاً يوجد أكثر من اسم مرات للمفهوم. والأشياء نصنفها إلى أنواع. النوع الأول هو موجودات، مثل الموجودات المادية والموجودات الاعتبارية. النوع الثاني هو الصيرورات، مثل الزمن، الزمن هو صيرورة، والعمليات والأفعال والوقائع. جميعها صيرورات. النوع الثالث هو المنوطات، نسميها بالانجليزي dependent entity، مثل القدرة والقابلية والدور والحالة والخاصية. يعني منوطة وجودها بوجود شيء آخر. والنوع الرابع هو المجردات، مثل الصفة والكمية والوصف والمقولة وغيرها. هذه المجردات. أما النوع الخامس فهو التعبيرات، مثل معلومة، المعلومة هي تعبير، وتجسيد لتعبير كذلك. كل نوع من هذه الأنواع نصنفه إلى أصنافه الدنيا. يعني الشجرة تنزل إلى مستويات أدنى بكثير، يعني نصنف الشيء. دعونا نستعرض فرعا من الأنتولوجيا. الموجودات مثل الكائن الحي وبناء حيوي وفيروس ومادة
وجنوب سماوي ومصنوع ومنطقة جغرافية، والمنطقة الجغرافية إما تكون يابسة أو منطقة مائية، والمنطقة اليابسة إما بر وإما أرض وإلى آخره. طبعا احنا فقط نري إنه هو الجزء الأعلى في الشجرة، ولكن الشجرة تمتد يعني مستويات كثير أدنى. الزمن نقسمه إلى فترة زمنية ونقطة زمنية وإلى آخره. طيب، ما يميز الأنطولوجيا عن المعاجم؟ هي ليست معجم بالمناسبة، بالرغم من إنه ممكن استعمالها كمعجم. ما يميز الأنطولوجيا عن المعاجم ليس التصنيف فقط، حيث نعرف كل مفهوم في الشجرة بحدوده وصفاته الجوهرية المميزة، ويمثل ذلك بلغة المنطق. هنا يعني نشتغل في المنطق اللي هو القائم بالفلسفة، ونمثل ذلك بلغة المنطق، أي أننا نتجنب التعريفات والتصنيفات العرضية للأشياء، فنعرف الشيء بصفاته الجوهرية وليست بصفاته العرضية. كما أن تعريفنا وتصنيفنا للمفاهيم يعتمد على ما وصلت إليه العلوم الطبيعية (natural sciences) وليس إلى ما شاع بين الناس كما تفعل المعاجم، حيث تعتمد المعاجم في تعريفاتها للمعاني على شيوع الدلالة بين المتحدثين، وليس ولا تتحقق من تعريفاتها علميا. الفيروس هو ليس كائن حي بالنسبة للأنطولوجيا، بالرغم من انه قد توجد في المعجم انه كائن حي. طب يسالوا مين؟ لازم يسال اهل العلم نفسه في التصميم. عملنا في الانطولوجيا لم يكتمل بعد، لقد انجزنا حوالي 1000 مفهوم، بالاضافه الى 10,000 مفهوم الان معرفه جزئيا، يعني تقريبا 11,000. نعلم ان مشروعنا طويل وقد يستغرق عشرات السنين، ولكننا نؤمن أن عملنا أن عملا كهذا يستحق التضحية، ونأمل أن يؤسس عملنا في الأنطولوجيا إلى منهجية جديدة في علم الدلالة، خاصة في الهندسة اللغوية وصناعة المعجمية. قد تتساءلون عن التطبيقات الحاسوبية للأنطولوجيا، يبدو أنها عمل فلسفي، والتطبيقات كثيرة. تستخدم الأنطولوجيا للبحث والاسترجاع دلاليا بدل من الاسترجاع الحرفي القائم حاليا، وكذلك في الترجمة الآلية وفك الغموض والتحليل الصرفي والدلالي الآلي، هذا بالإضافة إلى استخداماتها في ربط وتوحيد قواعد البيانات والبيانات الضخمة وغيرها من التطبيقات. نحن نستعمل الأنطولوجيا حاليا لربط المعاجم بين المعاجم الموجودة الآن، حيث نقوم بربط كل مدخل في كل معجم 150 معجم بمفهوم في الأنطولوجيا في شجرة الأنطولوجيا، وبهذا تصبح مدخلات المعاجم مرتبطة دلالية. كما أن بعض الشركات، شركات تكنولوجيا المعلومات، تستعمل تصنيف الأنطولوجيا، جزء من الأنطولوجيا الحالية، للأماكن والمناطق الجغرافية في الكشف عن الحوادث التي تحدث عنها الناس على شبكات التواصل الاجتماعي، وما يسمى في الإنجليزي event discovery، يعني إذا الناس بيقولوا صار حريق أو صار حادث الطريق الفلاني على التويتر مثلا، بتحاول في برامج آليا تكشف هذا الشيء. وطبعا هم بيستخدموا الأنطولوجيا لتحسين عملهم. وأخيرا وليس آخرا، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في حوزبة المعاجم والأنطولوجيا وبناء المحرك، سواء كانت مساهمته كبيرة أم صغيرة، وسواء كانت طوعية أم مقابل أجر أو وظيفة. إلى كل طلبة الحاليين والقدامى منذ العام 2009 منذ بدأنا، الموظفين السابقين والحاليين، وكل الزملاء والأصدقاء والمشجعين من داخل الجامعة ومن خارجها،
وأرجو من حضراتكم الإصغاء لأسمائكم طبعا دون ترتيب. زميل حمزي عمايرة حمزي عمايرة وزميل مهند سعيدي محمد دويكان رامي آسيا فائق كريماوي بلال فراج أنطون دعيق رنا رشماوي هبة علوان دكتور وسيم أبو فاشا والأستاذ جمال ظاهر والأستاذة هنادة خرمة مالك معطان يسرى أنيس ياسمين حسين آلاء بزار إيهاب مغربي مروة مرار براء برهم بيان معالي يار حسين أسمع ليان روان طه حنين شتاوي ريناد الخطيب ريما طه بهية مصطفى علياء سرمة ديما تاجي سلام تركمان جميل سعيد دكتور سامر الزين والآن رئيس الدائرة عندنا الآن الحاسوب إبراهيم سرحيل محمد طميزي ومحمد زين الدين ديانة عاطف إيمان كراجي محمد ملحم ليلى الطويل مجد الأشهب محمد زعزع والأستاذ صبحي مرعبة وكذلك محمد الأسمر من شركة عسل وليلى عقل من شركة ريد كرو وكذلك الدكتور البروفيسور فادي زراكت من الجامعة الأمريكية في بيروت والبروفيسور ويرنر بوستر من جامعة نيويورك في بافلو ومحمد عطية من شركة جوجل حيث كان لي الشرف أن يكون لي اجتماع شهري معه لمدة عام للتباحث في محرك البحث قبل عدة سنوات وكذلك الزميل محمد دودين والزميلة غادة العمري والزملاء في مركز الحاسوب في جامعة بير زيت والزملاء في العلاقات العامة وخاصة الزميل رامز فواضي المنظم لهذا الحفل وآمل ألا أكون قد نسيت أحد وإلا في المعذرة وشكراً.